هذه الجملة وهي قوله عليه الصلاة والسلام إن لم تستحي فاصنع ما شئت، ونسبت إليه لما؟ لأنها من باب الإقرار، فتكون سنة إقرارية لفظية، لأن الإقرار نوعان: سكوت وإقرار بلفظ، وهذا الإقرار باللفظ هو أقوى النوعين. هذه الجملة قالها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، بعض أهل العلم ظن أنها أمر بمعنى الإنشاء، إذا لم تستحي فلك أن تصنع ما شئت، وليس ذلك كذلك، وإنما هي خبر بمعنى التهديد، أن الذي لا يستحي يفعل ما يشاء، فهو من باب التهديد له والتخويف. ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر أن تفسير هذا الحديث إذا لم يستحي الإنسان فإنه يصنع كل شيء، قال وليس تفسيره أي تفسير هذا الحديث فاصنع ما شئت فتكون من باب الإنشاء، وإنما هي من باب الإخبار. هذا الحديث يدلنا على أن الخير كله في الحياء، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا نزع الحياء من الإنسان نزع منه الخير كله. الإنسان إنما يستر عورته بما وقر في فطرته من الحياء، الإنسان إنما يمتنع من بعض الممنوعات والمحرمات بسبب الحياء، هذا الامتناع يؤجر عليه، لأن الباعث وهو الحياء من الدين، والحياء خير. ولذلك جاء عن بعض السلف، وأظن ابن مسعود رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال إذا رأيت الصبية يعني الفتية في أول شبابه حيا فإنها علامة نجابته، لأن المرأة إذا كان حيا في أول حداثة سنه فإنه في هذه الحال يمتنع من كثير من التصرفات خشية من أمور يستحي منها، بغض النظر من الذي يستحى منه، أهو أبوه أم أمه أم أستاذه أم غيره، فحين ذاك لا تحدث منه صبوة. وقد جاء في الحديث إن الله، وفي لفظ نعم، إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، من لم تحفظ له صبوة ولم يحدث منه خطأ، إنما منعه في أول حداثة أمره الحياء، الحياء. ولذلك الحياء لا يأتي إلا بخير، ومن نزع منه الحياء فإنه ربما صنع كل شر، وربما صنع منه كل سوء. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الحديث عليه مدار الإسلام، كما قال بعض الشراح، قالوا لأن أفعال الإنسان إما أن تكون مما يستحى منه، وإما أن تكون مما لا يستحى منه، والذي لا يستحى منه إما لكونه مما يحرمه الله عز وجل فعلا أو تركا فيستحى من أهل الطاعة، وإما أن يكون مما يخالف العرف وهو المروءة فيستحى من أهل المروءات، فيكون ترك ما يستحى منه إما واجبا وإما مندوبا، وإما أن يكون الفعل مما لا يستحى منه فيدور حينئذ بين الواجب وبين المندوب وبين المحرم، وأما الذي يستحى منه فإن فعله إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها. وبذلك فإن جميع أفعال الناس دائرة تحت هذا الحديث. ولذلك لما قال السلف رحمه الله تعالى تخيل أن بجانبك رجلا صالحا، هذا ليس من باب الرياء، وإنما هو من باب تحريك الفطرة في جانب الحياء، فيمتنع المرء من بعض الأمور التي يستحي منها. ويوسف عليه السلام روينا، والعلم عند الله عز وجل في صحة ذلك، أنه تراءى له صورة أبيه فاستحى من أبيه عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك فإن ما يستحى من فعله، فعله إما أن يكون محرما أو مكروها فيخل بالمروءات، وترتب على الإخلال بالمروءة فقد العدالة.